جاذبين اساميهم يعني انهم على بوتشيان. لا لختي 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 عبار. نزحنا قصف علينا من زمرة أردوغان عشان علينا قصف، هذا اللي نزحنا منه، لو ما القصف ما حد نزح، وجايين يدخلون على القرى البقية سلب ونهب، هاي اللي صاير معنا مشان شنو جيت، واحد يطلع من حسن إيراته ما يطلع. طلعت من الضيم من الطيران من الدبابات طلعناهن، وعندي اثنين درويشات والله من ما طلعت طلعت عيني. بس مو اخين هالضيم هذا حتى غدانا ما عاد ينامون من التراب ومن الوسخ. وانا عندي زعم خلي مال ونهز من بيته، يعني ما عنده شيء العالم. كانوا كردي وكانوا عربي وكانوا ترك كانوا شنو نحن شنو بس نبكي على روح اطفالنا بس. حتى المال ما اريد. اريد بس نعيش ولادنا. انا هسه عندي اثنين والله جوات شادر والله لمن ما طلعت طلعت عيني. وضع الاطفال والله اشوف عيه شوفت عينكم يعني بين تراب وبين وبرد وحاله حاله والله تعبانين يعني حيل وش بدنا نسوي؟ والله ملتزماتنا يعني كلها كل طلباتنا موجوده بس يعني ما واحد ما يعوضوا شيء عند بيته. ايه لو كل ما يعني ايش ما يسووا له ما يعوضوا شيء عند بيته. ايه واحنا نريد يعني هالحزينين نرجع على بيوتنا ونلم اطفالنا عدد النازحين تجاوز 1000 نازح، عدد العوائل 220 عائلة، أغلبية النازحين من ريف سريكانية وريف تلتمر الشمالي والغربي ومن أرياف أبو راسين زرقان. هناك معاناة للنازحين بسبب عدم الاحتياجات الكافية تقديمها مثل المطابخ، احتياجات الشتوية. طبعا طالب منظمات الإنسانية بالتدخل لجلب هذه المساعدات.